يتميز العمل درامي من شارع الحرم إلى يثير ردود فعل جدلية، كونه يطرح العديد من القضايا التي تعتبر حساسة في المجتمع الخليجي والعربي بشكل عام. المسلسل تصدر قائمة الأعمال الرمضانية لهذا العام على منصة شاهد باعتباره المسلسل الأكثر مشاهدة، كما تصدر ترند على موقع تويتر وسط موجة انتقادات، فقد اعتبره البعض يروج لقيم بعيدة عن المجتمع الكويتي. شارع الحرم من تأليف هبة مشاري حمادة، إخراج مثنى صباح، وبطولة هدى حسين، نور الغندور، خالد البريكي وأحمد إيراش. The teacher قالت if your parents ever bullying you like إن يقولون حمار، كلب، ثور، طرس أو انثبر we have to call child rights center لأن هذا يكون تنمر. تنمر؟ أنا الطسي وروحي جيبي كتاب الساينس، لا يطلع عليك التأسد الحين عشان التنمر مو عاجبك. مالت عليكم على مدارسكم الخاصة، كاننا طقونا بنعل، طقونا بخيازرين، ما ضرنا، نمشي ونحب الأرض اللي أمنا وأبونا يمشون عليها، ربونا سنعونا، ندري فيهم يحبوننا صدق يخافون علينا من نسمة الهواء اللي تمر. من شارع الهرم إلى مسلسل رمضاني جديد يتناول محاولة راقصة مصرية السيطرة على منزل خليجي بعد مشاركتها حفل زفاف أحد أبنائهم وعدم تمكنها من العودة للبلاد واضطرارها للبقاء في منزل والدة العريس. أحداث العمل تتأرجح بين أروقة البيوت والمستشفيات، حيث الأضواء فيه مسلطة على عائلة عبلة التي تعمل جميعها في السلك الطبي، فيما يعيشون جميعا تحت سقف واحد. المسلسل أثار قبل عرضه انتقادات واسعة من مغردين مصريين باعتباره مهيناً للمرأة المصرية، كما وبعد عرضه أثار استياء متابعين كويتيين بسبب تطرقه لقضايا مثيرة للجدل. وقال النائب السابق بدر الدهوم: ما يتم عرضه من مسلسلات لا تعكس حقيقة المجتمع الكويتي بل تمس من سمعته الطيبة وما عليه من أخلاق وقيم أمام المجتمعات الأخرى، ولذلك كان يجب على وزارة الإعلام وضع حد لمثل هذه المسلسلات. ارتفعت الأصوات التي تطالب وقف العمل، وانتشر وسم على صفحات السوشيال ميديا هاشتاغ وقف مسلسل من شارع الهرم إلى بعد الاعتراض على مشاهدة عدة من بينها التلميح إلى المثلية الجنسية ومشاهد قتل بدعوى جريمة الشرف ومشهد الحديث عن حقوق المرأة المقموعة في المجتمع. نتابع. شوفيني ريلك للحين ما يدري عن المرأة اللي خانك معاها، عايشة ميتة مكسورة صاحية، زوجك أصلاً بس شاف زوجها خاف ونخش بالتانكي بدل ما يوقف قدامه ويدافع عن نفسه ويدافع عنها. هذا مو حب يمه، هذا لعب. لا، كرة القدم بالبراحة أسميها لعب، بلاي ستيشن بالبيت لعب، كوتب ستة بالدوانية لعب، علاقة واحدة متزوجة مع واحد مو لعب. خالتي لا تسميني الأشياء بغير أساميها. تعلمي تسمين الأشياء بغير أساميها علشان تمر. الأمر الذي دفع وزارة الإعلام الكويتية إلى التدخل، وقالت الناطقة الرسمية باسم الوزارة أن اللغة المثار حول أحد الأعمال التلفزيونية هو من إنتاج شركة غير كويتية، مشيرة إلى أنه لم يتم إجازة العمل من قبل وزارة الإعلام، كما أنه تم تصويره خارج الكويت ويعرض على منصات خارج البلاد. كما وجه وزير الإعلام جميع قطاعات الوزارة بعدم التعاقد أو استضافة أي من المشاركين في المسلسل.